يعني أصعب الأبواب المغلقة يفتحها الله عز وجل، وأكبر عدد من الأبواب المغلقة يفتحها الله عز وجل. قد يغلق عليك باب الرزق تسعى من دون طائل، كلما طرقت بابا أغلق، كلما اتجهت جهة سدت، تقع في حيرة. في مثل هذه الحالة ينبغي أن تؤمن أن الله إذا شاء وإذا رضي عنك وإذا اصطلحت معه يفتح لك الأبواب المغلقة. فإذا العسر يسر، وإذا الشدة رخاء، وإذا التعسير تيسير، وإذا القلق طمأنينة، وإذا البعد عن الله قرب. إذاً أخطر شيء في حياة المؤمن أن يهزم من الداخل. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوفق منك بما في يديك. إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، هو الفتاح يفتح لك الأبواب المغلقة. أحياناً يغلق باب الزواج، تخطب وتخطب وتخطب، وكلما اهتديت إلى فتاة أعجبتك رفضوا الزواج منك، وكلما تيسر أمر تعسر أمر، تقول سنوات وسنوات وأنا أترك أبواب الناس ولا طريق إلى الزواج، باب الزواج مغلق. أيها الإخوة، لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى. باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق، فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه. وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم. قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمع، بحسب الواقع التحليلات، يقول لك ليس هناك من أمل، أبواب الفرج الأرضي أغلقت، وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قد يكون باب الدراسة مغلقا لا تنجح، تحمل مواد أكثر مما ينبغي، تجد أن الامتحان شبه مستحيل. أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه، وأراد أن يسمع صوتك. لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاب الله رفعه الله، وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه، وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله وما توفيقي إلا بالله. المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغلقة. أنا أخاطب الشباب الآن، شاب من أسرة متواضعة حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير، شيء بين يديك غير موجود،
لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل، وقد ترى المستقبل مظلما، لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا، وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة، ومن حيرتك اهتداء، ومن فقرك غنى، ومن خوفك أمنا. هو الفتاح، يا فتاح يا كريم، هكذا يقول الناس. التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة. الطالب يقول يا فتاح افتح لي ذهني في الامتحان. الصانع يقول يا فتاح. المسجون يقول يا فتاح افتح لي أبواب السجن، اعف عني يا رب. المريض باب الصحة أغلق في وجهه، كلما سأل طبيبا يقول ما في أمل، حالتك صعبة جدا. فإلى أن تغلق الأبواب كلها أمامه بقي باب السماء مفتوحا. توجه إلى السماء. أول معنى من معاني الفتاح أنه يفتح الأبواب المغلقة، الأمور المعثرة، الطرق المسدودة، الحيل المخفقة يفتحها. لذلك العوام لهم كلمات على بساطتها رائعة: الذي عند الله ليس عند العبد. أعرف رجل عنده معمل وناجح جدا بهذا المعمل، سمع من إنسان صاحب قرار في هذا البلد أن عام 83 هذا العام ينتهي فيه القطاع الخاص كليا، فصدق هذا الكلام وباع معمله، ثم فتحت الأمور وسمح بالاستيراد المواد الأولية وراجت البضاعة رواجا عجيبا. هو خطأه أنه صدق هذا الإنسان، ولو أنه اعتقد أن الذي عند الله ليس عند أحد، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، اشتدي أزمة تنفرجي. والآن الأزمة في أشدها على المسلمين في العالم كله. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل من في الدنيا يتربص بنا. فلذلك الفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب فضله، أبواب رحمته، أبواب التوفيق، أبواب النصر، أبواب الغنى. قولوا يا فتاح يا عليم. المعنى الثاني من اسم الفتاح: ربنا افتح بيننا بالحق. خصومات، خلافات، كل يدعي أنه على حق، وكل يدعي أن تحليله صحيح، وكل يدعي أن رؤيته صائبة، وكلهم مختلفون، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم في الدنيا والآخرة. الله هو الفيصل الذي يفصل الحق عن الباطل. أيام خلاف زوجي مستحكم، ربنا افتح بيننا. خلاف بين شريكين مستحكم، ربنا افتح بيننا. خلاف بين حضارتين مستحكم، ربنا افتح بيننا. هم يتهموننا أننا إرهابيون وقتلة وجهال ومتخلفون، ونحن معنا وحي السماء، معنا منهج الله، معنا رحمة الله، لكن هم يعتقدون خطأ أننا متخلفون، ونحن نعلم علم اليقين أننا على حق، المؤمنين طبعا. فلذلك قل ربنا افتح بيننا بالحق، يعني أظهر دينك يا رب. مرة نور الدين الشهيد أراد أن يواجه التتار وقد اكتسحوا العالم الإسلامي، وتفننوا في إذلاله وفي تقتيل أبنائه،
برج الروس 50,000 رأس صفت على شكل برج، سجد وبكى في السجود. واسمحوا لي بهذه الكلمة، في أثناء دعائه قال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. يعني الآن الهجمة على إسلامنا، إسلامنا يحاكم، قرآننا يحاكم، لا يريدون لهذا الدين أن تقوم له قائمة. حرب عالمية ثالثة معلنة على الدين. قال له: يا رب، من هو الكلب يصف نفسه نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. لذلك الفتاح هو الذي يحكم بين عباده، هو الذي يفصل بينهم، هو الذي يقول بفعله: أنت على حق وأنت على باطل. والمعنى الثالث لاسم الفتاح هو الذي يفتح قلوب المؤمنين بمعرفته. الآية الكريمة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ما الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، وما فاتك شيء، وما فقدت شيئا. إذن المعنى الثالث للفتاح هو الذي يفتح لك أبواب معرفته. وشرف المعلوم من شرف العلم، وشرف العالم من شرف المعلوم. أنت تتمنى أن تعرف الله، إذن يفتح قلوب المؤمنين برحمته بمعرفته. الآن في ضيق، في قلق، في كآبة، ويفتح لك باب الأنس به. وفي حجاب، يفتح لك باب الإقبال عليه. في تذمر، يفتح لك باب الرضا، تأنس به وتقبل عليه وترضى عنه. هو الفتاح. أيها الإخوة، المؤمن ما نصيبه من هذا الاسم؟ يجب ألا ييأس وألا يقنط، وأن يعتقد أن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده ولا يسلمهم إلى أعدائهم. ونحن نرجو ربنا، نرجو رحمته ونخشى عذابه. الفتاح يفتح لنا باب القرب، يفتح لنا باب الإقبال عليه، يفتح لنا باب الأنس به، يفتح لنا باب المودة معه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني ليس من عادتي أن أشير على إنسان كئيب لطبيب نفسي، أقول له: لا يجتمع إيمان حق وكآبة، إيمان حق مع مرض نفسي لا يجتمعان. يكون المرض أساسه توهم طبعاً، أما في أمراض نفسية أساسها خلل بالأعضاء، هذا موضوع ثاني. أما مرض نفسي أساسه الكآبة من دون أسباب مادية، هذا شفاؤه الإيمان. فالمؤمن يجب أن يكون متفائلاً وأن يكون واثقاً. هناك إنجازات عقب هذه الهجمة الشرسة على المسلمين، لكن نحن الآن في دوامة القلق والحيرة، ولكن هناك إنجازات ما كان لها أن تكون لولا الذي حدث. لا تغلق الأبواب، افتحها، يسر الأمور، أعطي كل ذي حق حقه، طمئن الناس الذين حولك، كن فتاحاً لما استغلق عندهم. إذاً إياك أن تيأس لأن الله هو الفتاح، وإياك أن تغلق أبوابك على أحد، أي اقترس من كمال الله كمالاً، فكما أن الله فتاح